السلام عليكم وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. عودة بعد غياب طويل، على بالي بلي غبت عليكم، توحشتوني بزاف. اليوم جينا مع أهم درس اللي راكم قاع تسناو فيه واللي ما راكمش قاع فاهمينو، هو درس غيبة. قبل ما نبداو درس غيبة نفرحوا بالمولود الجديد اللي هو المراجعة الشاملة تاع العلوم الإسلامية لكتاب رائع فيه الدروس بشرح مفصل. شغل شمس الدين ويهضر معك شرح لك قاع الدروس في كتاب، فيه تمرينات تمارين تطبيقات، ما كاش كتاب في الشارع فيه تطبيقات، كل دروس فيهم تطبيقات، فيه جميع أسئلة البكالوريا منذ 2014، كل درس تلقى موراه أسئلة على الباك، فيه المخططات وفيه الكويز. كتاب يسوى 25,000، هاي ما تراضيوش. ملخص شارع اللي تعرفوه قايتك راهو مازال هذا ملخص تاع الحفظ. قول لي شيخ، منين نقرا؟ من المراجعة الشاملة ولا الملخص؟ المراجعة الشاملة فيه تطبيقات والفهامة والتدرب وفيه هاد الأمور اللي قلتهم، الملخص هو كتاب تحفظة فقط. اليوم ان شاء الله نبداو درس تاع غيبة. شوف اللي كاين غيبة درس سهل، واش لازم نديرو؟ لازم نركزو وفقط. ركز معايا، ما تهدر مع صاحبك، ما تشوف التليفون، ما تاكل كاوكاو، ركز معايا برك. كي تقول كلمة غيبة، هذه الكلمة تاع غيبة، واش تفهم منها؟ راح يجيك في بالك مثال تاع واحد سلف دراهم وعطاولو زيادة، عطاولو اكثر. صافي، غيبة هي زيادة. اش فعل الكلمة هذه تاع زيادة؟ غيبة وشنو؟ زيادة. غيبة راح نقسمها إلى قسمين. الناس اللي قرأت غيبة العام اللي فات تبدل شوية، ماشي حاجة بصح تبدل. غيبة البيوع، غيبة الديون. شحال عندي من نوع تاع غيبة؟ عندي زوج، غيبة البيوع وغيبة الديون. صح، في البيع أنا راح نبيع لك ستيلو هذا، واش ننتظر منك؟ ننتظر منك مقابل، تعطيني حاجة، واش راح تعطيني نتايا؟ راح تعطيني دراهم. بعت لك، ننتظر مقابل. الدين ما بعتلكش، سلفت لك، انا راح نسلف لك السلف ولا الدين. كي نسلف لك ننتظر منك مقابل، ما ننتظرش منك مقابل. صافي، في ريبة في البيع واش نستفاد؟ نستفاد الدراهم. وفي الدين ما نستفاد والو، انا كي نسلف لك حاجه واش راح نستفاد؟ راح نستفاد الحسنات مع ربي. صافي، واش نقول؟ في كي نبيع راح نستفاد ننتظر مقابل اللي هو الدراهم، وكي نسلف راح نستفاد حسنات مع ربي. صافي، نبدا الريب تاع البيوع هو مبدأ معاوضة، شغل حاجة بحاجة، عطيت لك هذا عوضتولي بدراهم. مبدأ تاع الريبة تاع الديون كي تسلف واحد مبدأ تاعو الإحسان، ماشي معاوضة، ماش نستنى مقابل، إحسان، معناتها ندير فيه الخير. علاش؟ خاطر محتاج. ريبة الديون، نبداو بريبة الديون. واش تقول ريبة الديون؟ أي حاجة سلفتها مهما كانت هذه الحاجة، طوموبيل، تلفزيون، فريجيدار، تليفون، ستيلو، وجاب لي فايدة، جاب لي حاجة فائدة، هذيك الفائدة نسموها ريبة. مثلا سلفت الإنسان مليون، على سمعنا قلت له رجع لي مليون ونص، عليك 500,000 زيادة ريبة. سلفت الإنسان طوموبيل، قلت له هاك دور بها شهر، كي ترجعها لي دير لي البلان، هذيك الزيادة تاع البلان تاع ليسونس ريبة. سلفت إنسان تليفون، قلت له هاك تليفون دور به سمعنا، كي تكمل جيب لي معه شارجر جديد، هذاك الشارجر ريبة. أي حاجة نسلفوها وتجيب لي فائدة، تجيب لي منفعة، هذيك المنفعة سموها ريبة. ريبة الديون فيه قاعدة واحدة، واش تقول؟ شوف لهنايا، كل قرض قرض هو التسليفة، جرى منفعة هو ريبة. هذه القاعدة شو عليها ملح، هذه هي القاعدة الوحيدة في ريبة الديون. كل قرض جرى منفعة فهو ريبة، معناتها أي حاجة سلفتها وجابت لي فايدة، هذيك الفايدة سموها ريبة. قل لي كيفاش انت شيخ؟ كي سلف تليفون واش لازم يرجع لي؟ تليفون برك، ما يجيبليش مع شارجر. كي سلف مليون واش لازم يرجع لي؟ مليون، ما يعطينيش مليون ونص. قل لي انت شيخ، واحد حاب يستفاد دراهم، يمد الطوموبيل تاعو ويستفاد دراهم، واش يدير؟ ما يسلفش، يكري. في المبدأ تاع التسلاف هو مبدأ تاع إحسان، كي نسلف لك ما لازمش نستفاد منك، بصح كي نكري لك خلاص تعطيني دراهم عادي. كملنا ريبة الديون، ونروحو دوكا نروحو لريبة البيوع. ريبة البيوع كاع التفاصيل اللي راح نديروهم دوكا دون استثناء يدخلوا في ريبة البيوع. عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وش يقول فيه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الشعير بالشعير والبر بالبر، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثل بمثل، يد بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. اذكر أصناف، اذكر أمور، هاد العفايس تذكرهم الحديث راح نكتبهم. شوف واش ذكرني؟ الذهب، الفضة، الشعير، البر، البر هو القمح، التمر والملح، هذو هما العفايس يذكرهم الحديث. هيا معايا نقسموهم إلى مجموعات.
شحال مجموعة نقدر نقسموها؟ نقدر نقسموها إلى مجموعتين. شكون هما المجموعة؟ ديروا سطر هنا. الذهب والفضة وحدهم، والشاعر والبر والتمر والملح وحدهم. الذهب والفضة وشنو؟ معادن. معادن، وعلاش خاطر الذهب معدن والفضة معدن، وهادو هما الشاعر والبر والتمر وشنو؟ طعام، ماكلة ياكلوها طعام. صافي قسمنا إلى مجموعتين، مجموعة المعادن ومجموعة الطعام، هكذا؟ صح. الخطوة الثانية راح نسميوهم، كل واحدة من هادوما نعطو لهم اسم. شوف لهنا، كل واحدة لي بالأحمر، الشعير، البر، التمر، الذهب، الفضة، راح نسميها جنس. نسميها جنس، معناتها الذهب جنس وحده، الفضة جنس وحده، الشعير جنس وحده، البر جنس وحده. هي رايحة، دير هنا المفتاح بالأحمر، جنس. هكذا؟ صح. كي نقول نفس الجنس واش معناتها؟ ذهب مع ذهب، شعير مع شعير، تمر مع تمر، فضه مع فضه، الى اخره، نفس الجنس. هادوما العائله تاع المعادن والعائله تاع الطعام، راح نعطي لها اسم نسميها نوع. هذه نسميها نوع. تسمى شحال عندي من نوع؟ زوج، نوع المعادن ونوع الطعام. نكتب هنايا مفتاح بالازرق نوع. معناتها كي نقول نفس النوع واش معناتها؟ نفس النوع، المعادن بيناتهم الذهب والفضة، والطاعه بيناتهم نفس النوع، الشعير مع التمر وهي رايحة، هكذا؟ صح. حبينا نعرفوا دوكا وعلاش الحديث ذكر ليه هاد العفايس الستة، وعلاش ما ذكرش عفايس واحد اخرين، وشنو هي السبة اللي خلات الغيبة تدخل في هاد العفايس الستة فقط؟ نشوفوا علة تحريم الغيبة، العلة. شوفنا هنا راح نشوفوا العلة. في العلة راح نلقى بلي عندي ثلاثة علل. نجي أول حاجة للمعادن، نقول وعلاش الغيبة تدخل في الذهب والفضة؟ أسكو كي معادن، أسكو كي غاليين، هل كي غاليين فيهم الغيبة، هل كي نادر مثلا؟ راح نلقى واحد الميزة بتخلي الغيبة تدخل في الذهب والفضة، وشنو هي؟ أن الذهب والفضة، نطرحات سؤال، واش كانوا يديروا بهم بكري؟ الجواب كانوا يبيعوا ويشروا بهم. معناتها كي يحبوا يروحوا يشروك شي حاجه واش يدي؟ يروح السوبر مارشي واش يدي؟ يدي معاه الذهب، قطعه ذهبيه يشري بها خبزه ولا شكاره حليب ولا. يتسمى الذهب والفضه واش كانوا؟ كانوا معادن. على جال كي معادن يدخل فيهم الغيبه؟ قل لي ماشي على جال كي معادن، على جال كي نبيعوا ونشرو بهم. نحو معادن واش نسموهم؟ نسموهم اثمان، حاجه نبيعوا ونشرو بها ثمن. صافي هنايا العله اثمان، واش تقول العله واش نقولوا هي؟ الثمانية. دوك حنايا باش انا نبيع ونشرو بالذهب والفضة، معلاش نبيع ونشرو بالذهب والفضة؟ رانا نبيع ونشرو بالنقود بالدراهم. صافي لوجيكمون واش راح نزيدو هنا؟ نزيدو كاع النقود، دينار جزائري، الاورو، الدولار، اي حاجة نبيع ونشرو بها تدخل فيها غيبة. واش يولي؟ يولي الدينار جنس وحده، الاورو جنس وحده، والدولار جنس وحده. واضح؟ صح. كملنا الاثمان، رانا رايحين للنوع الثاني هو تاع الطعام. نجي نشوف نقول وعلاش طعام ذكر لي هاد العفايس الربعة فقط، وعلاش ما ذكرش عفايس واحد اخرين؟ راح نلقى فيهم ميزتين. الميزة الأولى أنه كاين هنايا عفايس تتخبى وما تفسدش. شكون هي الأمور اللي تخبى وما تفسدش؟ الشعير، البر، التمر، كاع يتخبى وما يفسدوش. الحاجة اللي تخبى وما تفسدش نسموها حاجة تدخر. حاجة تدخر تتخبى، العلة هي الادخار. الادخار. صافي واش نقول؟ نقول بلي أي حاجة تتخبى وما تفسدش واش يصرى؟ تدخل فيها غيبة. مثلا عفسة تتخبى وما تفسدش، هنا عندي البر والشاعر وكذا، واش نزيد معاها؟ الحبوب. تتخبى وما تفسدش، هكذا. هنا عندي الملح نزيدو معاها السكر. ويولي طبعا الحبوب هذه جنس وحده، والسكر ثانيك، والسكر جنس واحد. الادخار راح نزيد معها عله دوزيام. كاين هنا حفايس نقدر ناكلهم غير هما وما نموت، نسموهم قوت، حاجه تاكلها غير هي وما تموتش قوت. العله دوزيام هي الاقتيات. شكون هي الحاجه اللي ناكلها غير هي وما نموتش؟ تقدر الشعير، البر، والتمر. الملح تقدر تاكله غير هو، تاكله تموت، تعطيك لاطونسيون وتموت، الله يرحمك. صافي واش نقول؟ اي حاجه فيها عله الادخار او الاقتيات تدخل فيها غيبة، ماشي شرط يكونوا في زوج، المهم تكون وحدة فيهم محققة. واضح؟ صح. راح نشوف أنواع غيبة، أنواعه. شوف لهنا، أنا راح نعطيك أستوس تخدم بيهم، كي راح نقول لك أنواع غيبة، راح نفهمك في التعريف، راح نعطيك أستوس. عندي زوج أنواع غيبة، غيبة الفضل وغيبة النسيئة. هكذا عندي ريبة الفضل وعندي ريبة النسيئة. راح نعطيك مبدأ، المبدأ تاع ريبة الفضل أستوس هذه، كي تلقاه قول له عندي ريبة الفضل. المبدأ تاع ريبة الفضل هو زيادة،
المبدأ تعريب النسيئة تأخير، معناتها كي يعطيني مسألة ونلقى حاجة زايدة على الأخرى، وش من ربا عندي؟ ربا الفضل. كي يعطيني مسألة وفيها التأخير، نعطيك اليوم تعطيني غدوة، وش فيها؟ فيها تأخير، معناتها فيها ربا النسيئة، صح؟ 5 و10 وشنو؟ زيادة، وش من ربا؟ ربا الفضل، علاش؟ كي تلقى زيادة ربا الفضل. اليوم وغدوة على قسطين تأخير، وش عندي؟ ربا النسيئة. بمعنى ربا الفضل باش متعلقة؟ متعلقة بالقيمة. وربا النسيئة باش متعلقة؟ متعلقة بالوقت، بالزمن. هكذا؟ تسمى كي تكون عندي إما زيادة في القيمة أو تأخير في الوقت، راح يكون عندي ربا الفضل ولا ربا النسيئة. شوف معايا حتى تبدا تتخلط. سوف تتخلط أي حاجة فيها علة ثمنية ولا الادخار والاقتيات، ندير دوائر عارضة. حرام فيها الزيادة وحرام فيها التأخير، معناتها راح تدخل لي في ربا النسيئة وفي ربا الفضل. صح، على بالي بيتخلطت كاع، قولي ماشي واضح، دوك تتوضح. راح نزيد علة طروازية ماني خليتها هنا. شوف راح نكتب لكم معادلة للدرجة السابعة. الطعام، الطعام كاع اللي تعرفوه، البوراك، السلق، طاجين زيتون، الخرشف، كاع الطعام اللي تعرفوه ناقص. راح نقصولو، واش نقصولو؟ نقصولو الماكلة اللي تدخر والماكلة اللي نقدر ناكلها غير هي. طعام كاع اللي نعرفوه ناقص الادخار والاقتيات، معناتها ناقص الماكلة اللي تتخبى والماكلة اللي نقدر ناكلها غير هي. واش يبقى لي؟ تبقى لي الماكلة طعام اللي ما يتخباش واللي ما نقدرش ناكلو غير هو. هذا الطعام اللي ما يتخباش واللي ما نقدرش ناكلو غير هو نسموه الطعمية. راح نزيد علة طروازيام هي الطعمية. مثلا شكون هي الماكلة اللي ما تتخباش وما نقدرش ناكلها غير هي؟ كيما الخضر والفواكه، ما تتخباش تفسد، ما نقدرش ناكلها، تقدر انت تاكل البانان حياتك كاع، شغل شادي، ما تقدرش تمرض. صافي، الطعام كي نقصولو الماكلة اللي تتخبى ولا الماكلة اللي نقدر ناكلها غير هي، راح يبقى الماكلة اللي ما تخباش اللي ما نقدرش ناكلها غير هي نسميها الطعمية. صح، تقولي أستاذ وعلاش هي بما أنها طعام وعلاش فصلناها على الماكلة الأخرى؟ خا دخلنا في الماكلة، خاطر هذه اللي فيها علة الطعمية راح يكون فيها حرام التأخير فقط، يجوز فيها الزيادة. معناتها وش من ربا راح تدخل؟ راح تدخل في نوع واحد من الربا، هو ربا النسيئة. فليشة هنايا ربا النسيئة، واضح؟ هل اللي تدخل في ربا الفضل؟ ما تدخلش، ما كاش فليشة بزرق ده ربا الفضل. شوف لحد الآن شكون راهو مكابتي كلش؟ إذا راك مكابتي كلش وراك تشوف هذا الفيديو قولي أنا، وراك مليح، يتسمى ما كديت الكاوكاو، ما هدرت مع أخوك، ما شفت تليفون، ما شفت والو. تبع معايا، إذا راك مكابتي كلش راك مليح، إذا ماكش فاهم عندك أمور متوسط مازال راح تفهم دوكا كي راح نديرو قواعد استبعاد الربا. لحد الآن ما نقدروش نحلو مسألة في الربا، هادو كاع اللي درناهم كاع معطيات، واش لازم نديرو؟ لازم نديرو قواعد. عندي قواعد، صح، القواعد هادوما راح نطبقوهم. كي نطبقوهم نعرف إذا كاين ربا وإذا ما كاش ربا، واش من نوع تاع ربا وعلاش. هكذا نعاود نفهمكم في واحد العفسة مهمة اللي حنا نبنو عليها القواعد. أنت أنا نشوف في المراية، واش نشوف؟ نشوف روحي، صح؟ أنا نشوف روحي نفس الجنس، ذهب مع ذهب، فضة مع فضة، دينار مع دينار، أورو مع أورو، تمر مع تمر، نفس الجنس. أنا وخويا خالد عائلة واحدة، نفس النوع، دينار مع الذهب، أورو مع الفضة، شعير مع البر، سكر مع الملح، نفس النوع، عائلة واحدة. هكذا أنا وجاري ولا أنا وصاحبي، وشنو هدايا؟ اختلاف العائلة، اختلاف النوع، دينار جزائري مع الشعير، الذهب مع التمر. صافي شحال عندي؟ نفس الجنس، نفس النوع، اختلاف النوع. صح، القاعدة الأولى وش تقول؟ تبادل شيئين من نفس الجنس. وش معناتها نفس الجنس؟ نعاود، دينار مع دينار، ذهب مع ذهب، فضة مع فضة، شعير مع شعير. لا كاليتي ما تهمنيش، مليح وماشي مليح ما يهمنيش، نشوف شعير مع شعير نقولوا نفس الجنس. تشوف حاجة هي، تشوف الشعير كيشوف روحه في المراية واش يشوف؟ شوف الشعير. عندي زوج شروط، التقابض والتساوي. صح، وش معناتها التقابض؟ التقابض معناتها شد مد، يد بيد، في نفس الوقت. هكذا؟ تقابض الفورية معناتها. التساوي معناتها لازم يكونوا كيف كيف، بمعنى كي نبدل حاجة من نفس الجنس لازم يجي الشروط التقابض والتساوي. صح، شكون لي ذكي يقول لي هنايا وش من ربا تدخل؟ وش نشوف؟ عطيت لكم لاستيس اخدم بها. كي ما يكونش تقابض، ما يكونش يد بيد شد مد، وش راح يكون؟ راح يكون تأخير. وكي يكون تأخير وش من ربا تكون؟ ربا النسيئة. صافي هنا وش راح تدخل؟ نسيئة. كي ما يكونش تساوي وش راح يكون؟ راح يكون زيادة، وقلنا كي نلقى زيادة وش من ربا تدخل لي؟ ربا الفضل.
يتسمى في القاعدة الأولى احتمال نلقى ربا الفضل واحتمال نلقى ربا النسيئة، يدخلوا فيه زوج. القاعدة الثانية راني بالأزرق، تبادل شيئين من نفس النوع. وش معناتها نفس النوع؟ ذهب مع دينار، أورو مع الفضة، شاعر مع البره يا ريحة. التقابض دائما أو هنا تقابض. وش قال لك هذيك؟ يجوز الزيادة، تبدلت، كانت لازم تساوي والتي يجوز زيادة. معناتها هنا وش من ربا تدخل؟ قال لك لازم تقابض، تسمى حرام تأخير، تسمى فيها ربا نسيئة. قال لي يجوز زيادة، معناتها نجوز نقدر نزيد على روحي، تسمى كاين ربا الفضل، ما كاش. القاعدة الثالثة اختلاف النوع. وش معناتها اختلاف النوع؟ حاجة من النوع هذا مع حاجة من النوع هذا. وش تقول القاعدة؟ يجوز التأخير، يجوز الزيادة. وش من ربا تدخل لهنايا؟ لا يوجد ربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. الحد الآن نكونوا كملنا الدرس تاع الربا، وعلى بالي كاين بزاف اللي راهم فاهمين كلش، يعطيكم الصحة. كاين بزاف اللي ما راهمش فاهمين، ما فاهمين معايا، هم فاهمين يقولوا ماشي فاهمين، شوية شوية. اللي ما فاهم والو يرفد يدو، باك 2025. اللي راه فاهم شوية شوية دوك هذوك راح تفهم. باش تزيد تفهم الربا أكثر وأكثر لازم عليك تحل المسائل. اليوم إن شاء الله حنديرو مسائل من كتاب تاع المراجعة الشاملة، كي تحل في الصفحة 79 راح تلقى مسائل تطبيقات تاع الربا. نقراو المسائل وراهم يخرجوا لكم من هنا. المسألة الأولى واش تقول؟ تبادل قنطار تمر جيد بقنطارين تمر رديء حالا. عندي قنطار تمر جيد بزوج قناطر تمر رديء حالا. أول خطوة كي نروح نحل مسألة وشنو هي؟ عندي خطوتين. الخطوة الأولى نجي نشوف العلة، هل تمر ولا هاد العفسة اللي عطاوها لي تدخل في العلة وما تدخلش. أنا عندي تمر مع تمر، ياخذ العلة الادخار الاقتياد، خلاص لقيتها العلة. وش قال لي؟ تبادل قنطار تمر جيد بزوج قناطر تمر رديء حالا. نجي نشوف وش من قاعدة راني؟ تمر مع تمر، تمر كيشوف روحه في المراية واش يشوف؟ يشوف تمر، تسمى وشنو؟ نفس الجنس. القاعدة تاع نفس الجنس واش تقول؟ لازم تقابض والتساوي. كي ما يكونش تقابض راح يكون تأخير، معناتها عندي ربا النسيئة. كي ما يكونش تساوي راح تكون زيادة، تسمى عندي ربا الفضل. نجي نشوف واش عطاني في المثال تاعي. عطى لي قنطار وزوج قناطر. قلنا هذيك تاع جيد ورديء ما تهمنيش، أنا كي نشوف تمر تسمى راني في قاعدة تاع نفس الجنس. التقابض عندي ولا ما عنديش؟ عندي. علاش؟ خاطر قال لي حالا، حالا يتسمى سير بلاس، يتسمى ما كاش تأخير، يتسمى ما كاش ربا النسيئة. التساوي عندي ما عنديش، خاطر علاش؟ قال لي قنطار وزوج قناطر، يتسمى واش كاين؟ كاين زيادة، يتسمى واش من ربا عندي؟ عندي ربا الفضل. في الجواب واش نقول؟ نقول ربا الفضل نقطتين نفس الجنس مع الزيادة لعلة الادخار والاقتياد. نفس الجنس مع الزيادة لعلة الادخار والاقتياد. ثاني وش قال لي؟ استبدل 100 أورو بمبلغ 22000 دينار جزائري يدفعها على قسطين. عندي 100 أورو و 22000 دينار جزائري، زوج ملايين و 200، قالوا ندفعها على قسطين. نجي نشوف أول خطوة في العلة، 100 أورو، الأورو والدينار وين يدخل؟ في الثمانية، العلة متحققة. نجي نشوف لهنايا وش من قاعدة راني؟ الأورو هاهو والدينار هاهو، وشنو هذه؟ شنو؟ عائلة واحدة. عائلة وشنو؟ الأثمان، يتسمى وش من قاعدة؟ نفس النوع. كي يكون نفس النوع وش قال لي؟ يجوز زيادة. معليش يكونوا 100 مع 22000، ماشي شرط يكون 100 أورو مع 100 دينار. بصح واش لازم؟ لازم تقابض. أنا هنا عندي تقابض، شوش قال لي؟ قال لي على قسطين، يتسمى واش كاين؟ كاين تأخير، يتسمى كي كاين تأخير وش من ربا عندي؟ عندي ربا النسيئة. المثال اللي بعده داود بالكم هنايا، قال لي أسلفه سيارته أسبوعا ثم طالبه بمبلغ 1,000,000 دينار جزائري. سلف له طوموبيل وقال له أعطيني من بعد على أسبوع 1,000,000. هنا وش من ربا عندي؟ تبع معايا، الطوموبيل وين تدخل؟ تدخل في العلة هذه. الطوموبيل تدخل في ثمانية ولا الادخار الاقتياد وطعمية، ما تدخلش. تدخل في نفس الجنس، ما تدخلش. شوش قال لي هنايا؟ كاين كلمة مفتاحية، قال لي أسلفه، يتسمى واش من ربا راني؟ راني في ربا الديون. شوف معايا مليح، راح نكتب لكم هنا ملاحظة، كيفاش نعرف باللي راني في ربا الديون ولا ربا البيوع؟ هنايا راح نلقى استبدل، باع، اشترى. واش راني؟ ربا البيوع. ربا الديون واش نلقى؟ أسلفه، أقرضه، هكذا، استدانة. تسمى وين راني؟ راني في ربا الديون. معناتها كي قالوا اسلفه وين نروح ديريكتومون؟ ربا الديون. قالوا عطيتك طوموبيل وتزيد لي منفعه، وشنو هذه؟ ربا الديون. التعليل واش نقول؟ كل قرض جرى منفعه
فهو ريب. نعطيه مثال واحد اخر، انسان استبدل هاتفين قديمين بهاتف جديد حالا ولا الى اجل، هاتف مع هاتف، انت تقدر تقول لي رانا في نفس الجنس، هاتف مع هاتف لازم التقابض والتساوي. بصح قلت لك شوف شوف العله، الهاتف يدخل في 8 ما يدخلش، يدخل في ادخار الابقيات ما يدخلش، يدخل في الطعميه ما يدخلش، يتسمى الهاتف ما كاش وكاع هنايا، ما هو من الطعام ما هو من الاثمان. وقلت استبدل ما قالش اسلافه، يتسمى واش نقول هنايا في المساله هذه لا يوجد ربا، والتعليل ليس من الاصناف الربويه، معناتها التليفون والطابله والتلفزيون والطوموبيل الى اخره ما تدخلش فيها ربا. واش من ربا اللي ما تدخلش فيها؟ ما تدخلش فيها ربا البيوع، ربا الديون تدخل فيها. صافي، الفرق الاساسي بين ربا البيوع وربا الديون ان ربا الديون يدخل في كلش، وربا البيوع راح يدخل الا في الطعام وفي الاثمان. واضح؟ عديد من الامثله ان شاء الله راكم تلقاوهم بالك في فيديو قادم. اتمنى انكم فهمتوا الدرس هذا مليح، استوعبتوه، سيو تحلوا المسائل قدر المستطاع باش تزيدوا تفهموا اكثر. صحه فطوركم والسلام عليكم.